تقع اسطنبول على مضيق البوسفور وتعتبر واحدة من المدن القلائل بالعالم يلي بتقع على قارتين أوروبا وآسيا. بهالفيديو رح نستعرض بشكل سريع أهم المناطق السياحية بالمدينة بالإضافة للأقسام يلي بتحوي على أفضل استثمارات عقارية بالبلاد. القسم الأسهم من اسطنبول هو الأقدم، حيث كانت مناطق كاديكوي، فيكيرتيبي، بندك مأهولة بالسكان من زمن بعيد. تتسم هذه المناطق بالطبيعة الخلابة والمباني التاريخية والهدوء. هنالك العديد من المقاطعات والمناطق المشهورة في هذا القسم، نذكر منها كاديكوي، واحدة من أقدم المناطق الموجودة في الطرف الآسيوي من اسطنبول، وتقع مقابل الطرف الأوروبي مباشرة. تعتبر المنطقة مركزاً تجارياً وثقافياً ومعلماً من المعالم السياحية المهمة في تركيا. جذبت المنطقة مؤخراً العديد من كبرى شركات الإنشاء للعمل على مشاريع سكنية وتجارية ضخمة. أسكودار تقع في القسم الآسيوي على الضفة الشرقية من قناة البوسفور مقابل إمينونو، أيضاً منطقة بيغولو في القسم الأوروبي. هالمنطقة اشتهرت الآن حديثاً بعدد كبير من المشاريع يلي بتجعل فيها استثمار العقاري واحد من أهم المناطق في اسطنبول. يعتبر مشروع نيف كانديلي واحد من أهم المشاريع الموجودة في منطقة سكودار. منطقة عمرانية هي منطقة تقع في القسم الداخلي من القسم الأسيوي في اسطنبول، منطقة تم بناء فيها العديد من المشاريع الاستثمارية العقارية لتلبية الطلب الملح سوق العقار في اسطنبول. على سبيل المثال نذكر مشروع نارلي باهتشي إفلري في منطقة عمرانية. برج شاملجر أعلى مبنى في اسطنبول، تم افتتاحه مؤخرا بالإضافة لاحتوائه لعدة مطاعم وبرج اتصالات. كارتل على ساحل بحر المرمرة بالطرف الآسيوي، حديثاً تم زيادة الطلب على إنشاء المجمعات السكنية والاستثمارات العقارية بهالمنطقة بحكم بعدها نسبياً عن مركز المدينة وانخفاض الأسعار العقارات فيها. من المشاريع الجيدة التي يمكن ذكرها في هذه المنطقة فيرسوس دراغوش. أما القسم الأوروبي في اسطنبول فيعتبر الوجهة الأولى بالنسبة للمستثمرين في تركيا عموماً واسطنبول خاصة. يمتاز هذا القسم بوجود عدة مناطق سياحية تجذب المستثمرين للعيش فيه، بالإضافة لعدد كبير من الشركات العالمية متموضعة في هذا القسم. منطقة بيبك واحدة من أهم المناطق السياحية في اسطنبول، خاصة بوجود أورتاكوي والجامع الشهير فيه. عدد كبير من القصور الفارهة موجودة في هذا القسم من المدينة. شيشلي من المناطق التاريخية الرائعة في مدينة اسطنبول، وهي واحدة من 39 بلدية في المدينة، يحدها من الشرق بلدية بشكتاش، شمالاً منطقة سارير، غرباً منطقة أيوب وكاتهانة، بيولو من الجنوب. الاستثمار في منطقة شيشلي يعني الاستثمار في قلب اسطنبول. ومن أهم المجمعات السكنية للاستثمار في منطقة شيشلي نذكر تورون سنتر. منطقة مسلك تعتبر من أهم المناطق الاقتصادية والتجارية ليس فقط على صعيد اسطنبول بل في تركيا عموما، بسبب موقعها الحيوي بين القارتين أوروبا وآسيا. طبعاً أفضل المشاريع الاستثمارية لتحقق عوائد كبيرة جداً موجودة في هالمنطقة. منطقة مسلك غنية جداً بالمجمعات السكنية، نذكر منها سكايلاند، وادي اسطنبول، أند مسهاتن. منطقة زيتين بورنو تعتبر المناطق المركزية في اسطنبول بسبب قربها للمدينة القديمة باسطنبول آيا صوفيا سلطان أحمد، وتموضع بالقرب من المطار القديم من مدينة مطار أتاتورك.
بهالقسم يوجد العديد من المباني العادية يلي فيها ارتفاعات منخفضة أو متوسطة، بالإضافة لقسم انتشرت فيه الأبراج والمجمعات السكنية التي تتمتع بإطلالات رائعة على البحر مباشرة. من المشاريع التي يتوجب ذكرها في منطقة زيتين بورنو روفا 34، يدي مافي، وبيوكيالي. منطقة تقسيم، أهم منطقة سياحية في اسطنبول وتركيا، فيها العديد من النقاط السياحية، قصر دولما بهجة بالإضافة لبرج غلطة، وموقع متميز بقربة من المدينة القديمة آيا صوفيا والجامع سلطان أحمد. بهالمنطقة موجودين نحن بالجولدن هورن، الخليج الذهبي، المنطقة اللي بتتميز ببرج غلطة، الخليج، بالإضافة لجامع مينونو وآيا صوفيا وقصر توبكابي. تتميز اسطنبول الآسيوية بمزايا عديدة تجعلها مناسبة للسكن والاستثمار معا، بحكم إنشاء العديد من المباني الطبية والتعليمية والمالية التي تزيد من القيمة العقارية لعقارك في المستقبل، بينما في القسم الأوروبي يوم بعد يوم تزداد القيمة العقارية بحكم الطلب الهائل من المستثمرين العرب والأجانب على السوق العقاري في المنطقة. أنا المهندس ملهم من شركة معماري، نراكم في فيديو جديد.